السلام عليكم، أهلا بكم خمسة ابتدائي. معانا النهاردة درس جديد بعنوان الموارد المائية وتنميتها. في الدرس ده يا ولاد العنوان ده معناه ايه؟ العنوان بيسألك ويقولك هو انت عندك موارد مائية في مصر؟ بكل قوة ترد عليه وتقوله طبعا، عندنا مياه عذبة وعندنا المياه المالحة. طيب المياه العذبة دي موجودة فين؟ موجودة عندنا في نهر النيل والبحيرات العذبة زي بحيرة ناصر والمياه الجوفية والأمطار، والمياه المالحة موجودة عندنا في البحر المتوسط والبحر الأحمر والمياه الجوفية والبحيرات المالحة زي بحيرة قارون. واحد يقول يا مستر هو ازاي هنا في مياه جوفية مالحة وازاي في مياه جوفية عذبة؟ المياه الجوفية المالحة يا ولاد خاصة اللي بتكون جنب البحر، يعني انت لو حفرت جنب البحر بمسافة معينة قريبة يعني ممكن اكيد يعني هتلاقي مياه مالحة، او ممكن تكون المياه دي غير صالحة للشرب حتى لو انت حفرت في قلب الصحراء، تكون المياه دي اختلطت ببعض الصخور والاملاح والمعادن اللي موجودة في باطن الارض فتصبح غير صالحة لإيه؟ للشرب. يبقى كده في اختلاف ما بين المياه الجوفية المالحة والمياه الجوفية العذبة. احنا عندنا في المياه الجوفية العذبة في ناس في مصر بتستخدمها كمثل الحال في الأمطار، زي مثلا الواحات عندنا بتعتمد على المياه الجوفية زي واحة سيوة، والزراعة في الساحل الشمالي عندنا بتعتمد على مياه الإيه؟ الأمطار. طيب إيه هي أهمية المياه العذبة بقى؟ إحنا عندنا المياه العذبة ممكن نستخدمها في إيه؟ أكيد للشرب والأغراض المنزلية وكمان لتوليد الطاقة الكهرومائية، زائد إن إحنا بنستخدمها وسيلة للنقل ومصدر للإيه؟ للأسماك. طيب يبقى كده المياه العذبة مصدر رئيسي للشرب، تساعد على قيم الزراعة، مصدر رئيسي للطاقة الكهرومائية، تعتبر وسيلة لنقل داخلي، مصدر مهم للثروة السمكية. أنا عايزك تركز على حتة الطاقة الكهرومائية. الطاقة الكهرومائية دي هي الطاقة المولدة من السدود والقناطر، زي عندنا سد العالي بيولد لنا طاقة كهرومائية. طيب تعال نشوف الكلام ده. عندنا سد العالي زي ما انت شايف كده في فتحات تحت اهي، الفتحات دي بيطلع منها مية، المية دي يا ولاد تندفع بقوة جدا، في تربانات بقى بتكون مربوطة بيها طبعا بتشتغل وتولد ايه؟ وتولد لنا الطاقة الكهرومائية. كمان انه بيحمينا من خطر الجفاف والفيضان. طب يعني ايه جفاف؟ الجفاف ده هو ندرة الأمطار مما يضر بالأنشطة البشرية مثل الزراعة والرعي، أما الفيضان هو زيادة منسوب المياه عن مستوى ضفتي النهر في موسم معين، المية بتزيد عن الضفة دي، ممكن المية دي تطلع فوق هنا وتعدي ورا خالص وتغرق الناس، يبقى دي اسمه ايه؟ فيضان. ليه؟ لأن المية زادت عن ضفتي الايه؟ النهر. طيب كمان نهر النيل عندنا بنستخدمه كطريق للنقل الداخلي، داخلي يعني جوه مصر، جوه مصر أو قارة أفريقيا، لكن ما ينفعش إن أنا أروح قارة تانية عن طريق نهر النيل، يبقى كده نهر النيل أرخص أنواع النقل والنقل الإيه؟ الداخلي. قدامنا دي واحة سيوة والمية دي هي المياه الجوفية، والناس هناك بيستخدموا المية دي في الزراعة، يبقى واحة سيوة عندنا تعتمد على المياه الإيه؟ الجوفية، موجودة عندنا في وين؟ في الصحراء الغربية. نلاحظ الحتة دي كويس، لأن الصحراء الشرقية عندنا ما فيهاش واحات خالص، الواحات اللي عندنا كلها موجودة في الصحراء الغربية. وكمان اللي قدامنا دي مطر نازل على الزرع أهو. طب المطر ده عندنا فين في مصر؟ في الساحل الشمالي، والساحل الشمالي بيعتمد في زراعته على المياه الأمطار الشتوية. يبقى أهمية المياه العذبة مصدر لمياه الشرب والأغراض المنزلية، مصدر رئيسي لتوليد الطاقة الكهرومائية اللي هي بتيجي من السد العالي، يعتبر طريق نقل داخلي مهم ورخيص، مهم للإيه؟ للثروة السمكية. طيب أهمية المياه المالحة في مصر بقى، مصدر للأسماك وملح الطعام واستخراج البترول والغاز الطبيعي ووسيلة للنقل. طيب مصدر للأسماك، طب ما برضو المياه العذبة مصدر للإيه؟ للأسماك. طيب استخراج البترول يعني طاقة يعني؟ طب ما احنا عندنا في المياه العذبة برضو طاقة. وسيلة للنقل، طيب ما المياه العذبة برضو وسيلة للنقل، لكن المياه العذبة بنستخدمها للشرب والأغراض المنزلية، ونطلع من المياه المالحة ملح الايه؟ الطعام. زي قدامنا كده دي الاسماك اللي احنا بنستخرجها من المياه الايه؟ المالحة، بتستخرج من البحار والبحيرات بكميات كبيرة. طبعا ده الطاقة اللي موجودة في المياه المالحة اللي هي طاقة البترول والغاز الطبيعي. احنا عندنا المياه العذبة اللي فاتت من شوية دي مصدر لطاقة او الطاقة الكهرومائية اللي هي الكهرباء المنتجة من السدود زي السد العالي، اما هنا في البحر
لا بقى، ده فيه بترول، بتروله ايه؟ وغاز طبيعي موجود في قاع البحار والمحيطات. طب عندنا في مصر اكيد عندنا حقل اسمه حقل بلاعين بحري، ده اكبر الحقول فين؟ في خليج السويس. يبقى حقل بلاعين بحري احد اكبر الحقول في خليج الايه؟ السويس. بنطلع منه ايه يا اولاد؟ عصير؟ لا، ها جدع، بترول ايه؟ وغاز طبيعي. تعد المياه المالحة وسيلة للنقل البحري. يبقى احنا هنا كده بقى طلعنا بره حدود مصر والقاره، يبقى مين بقى اللي بيطلعني بره مصر؟ هو الايه؟ النقل الايه؟ البحري. يبقى في فرق بين النقل البحري والنقل النهري. النقل البحري ده بينقلني من دوله لدوله تانيه، والنقل النهري بيكون داخل مصر. طبعا ده الاملاح تستخرج من على شواطئ البحار والبحيرات. طيب ايه هي اسباب تلوث المياه؟ المياه المالحه والمياه العذبه تتعرض، هما الاثنين بيتعرضوا للتلوث بسبب القاء المخلفات زي مخلفات الصرف الصحي والصناعي، وطبعا الصرف الايه؟ الزراعي الملوث بالمبيدات والاسمده الكيميائيه. وايه تاني؟ تسرب زيوت البترول من ناقلات البترول. بس الكلام ده مش موجود بس غير في المياه المالحه، يعني في البحار. يبقى تسرب زيوت البترول موجود فين؟ في البحر بس. والقاء مخلفات السفن بيلوث المياه العذبه وكمان المياه المالحه. تعالى بقى نشوف ايه هي اسباب تلوث المياه العذبه واسباب تلوث المياه المالحه. المياه العذبه بتتلوث بسبب القاء مخلفات الصرف الصحي والصناعي في النهر طبعا، وتصريف مياه الصرف الزراعي. يبقى ثلاث انواع من الصرف، صرف صحي وصناعي وزراعي، بنرميهم في النهر يلوثوه، والقاء مخلفات السفن في مياه النهر. اما اسباب تلوث المياه المالحه، تسرب زيوت البترول من ناقلات البترول، والقاء مخلفات السفن في مياه البحر، والقاء مخلفات الصرف الصحي والصناعي في البحر. لو ركزت هتلاحظ ان الصرف الزراعي ده خاص بالمياه العذبه، تسرب البترول ده خاص بالمياه المالحه. ده لو جاب لك سؤال لوحده كده تلوث المياه العذبه لازم تحط معاه الصرف الايه؟ الزراعي. طب لو قال لك تلوث المياه المالحه لازم تحط معاه تسرب البترول، اما القاء المخلفات سواء سفن او صرف صحي وصناعي تحطهم في الاثنين. طب جهود الدوله عشان تحمي المياه دي من التلوث عملت ايه؟ معالجه مخلفات الصرف الصحي ومياه الصرف الزراعي، زياده حملات التوعيه باهميه ترشيد استهلاك المياه اللي انت تسمعه في التلفزيون بيقول لك قطره مياه تساوي حياه. طيب طبعا ده الواجب، يتنقل في الكراسه وتبدا انك ايه؟ وبكده وصلنا لنهايه درسنا، اتمنى انكم تكونوا فهمتم، ونلاقيكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.